قبل هضبه الشعب كنا تنعاني، وكانت عندنا معاناه فعلا ما نرجعوش ليها لانها كانت معاناه كثيره. واليوم الحمد لله الوضع احسن، ولكن كاين بعض الاكراهات. الاكراهات اللي عندنا هو المجمع دابا كيف هو على علمكم مقيوم بثمانيه الملاير باش تقام. كتدخل المدينه من اي باب من الابواب ديال المدينه، يلا كاين بانو واحد، شي واحد اللي يقول لك لا راه كاينين دي بانو صغير ما تيبانش تحت الشجره، المفروض ان خص يكون لي بانو دخلاو في الخرجه وفي وسط المدينه في سوندر دفيل في كل شيء. حنا علاش ما دارش وعلاش التدشين ما دارش؟ دابا مولين الطاكسيات اول ناس خصهم يكون عندهم علم بالمجمع، ما تعرفوش. كطلع الطاكسي كتقول له ودي مجمع الخزاف كيديك باب الشعبه، هذا راه مشكل كبير. ومخسوره 8 الملاير هنا على البانوات ما داروش مصيبه، وتدشين ما دارش، حفل ما دارش، فين هما هاد المسؤولين؟ كاين شي مجهود لا من المندوبيه ولا من الغرفه. المشكل اللي عندنا اللي كنعانيو منه هو الاشهار، باش خصنا الاشهار باش يعرفونا بالناس، تولي تعرفنا بلي جينا تحولنا هنا لهاد القريه. ما قبل كنا في الشعبه، كنا في المدينه في السونتر، دابا تحولنا لهاد القريه وخصنا اشهار، خصنا بانوات يكونوا في الشارع على الاقل يعرفوا بلي راه هاد القريه راه كاينه هنا في هاد الاتجاه. دابا كاين اللي كيدوزوا من عندنا على الطريق الساحليه اللي كدير صويره كيدوزوا ما كيعرفوناش حنا واش كاينين هنا. بحال هاد الحويجات باش يعرفوا بلي راه كاين هنا، راه كاينه 101 ديال الحوانت، بزاف ديال الصناع كاينين هنايا وما كاينش بانو واحد اللي كيدل علينا حنا بلي كاينين هنايا، راه ما كاينينش عامين دابا كاننا بحال ما كاينينش. حنا خاصنا حنا نتعرفوا هنايا واللي يدخلوا عندنا الكليان ويتقدموا من عندنا السلعه، ماشي نتسناو واحد حتى يجي من مدينه اخرى واش يجي ولا ما يجيش ولا. دابا راه كان حدانا حنا هنا فين ديال البيار وداكشي، كاين اللي ما عارفش بلي راه كاينين حنا هنا في هذا المجمع هنا قليل وقليل. عندنا التلوث ديال الفابريكات، وحنا النهار الاول انا من ضمن الناس اللي كنت نقول ودي انا الموقع ما صالحش بتاتا، ومنك قلت هذا الموضوع هضرت على هذا الموضوع كيقول لي ودي المسؤولين تيقول لك ترجعنا اللور. وانا بالعكس انا بغيت موقع يكون احسن من هذا، بغيت انا هذيك 8 الملاير اللي غتخسر هنا ما تخسرش، انا تخسر في موقع يكون احسن ويكون مؤهل ويكون يشرف المدينه. دابا ملي كيجي بنادم هنا كيشم غير ريحه الخنز، خنز بهذه العباره نوضحوها، كاين الخنز ديال الفابريكات، عرفتي ملي كيكون طلوق الفابريكات هنا ما تقدرش تدخل المحل. فعلا كاين مشكل كبير في التسويق، وحتى الناس اللي كانوا عندهم وزينات كبار وكانوا كيديروا كيسوقوا لبرا وقفات الحركه عندهم قبل من الكورونا. قبل ماشي نديروا السبه حنا غير بكورونا، قبل من كوفيد كاين هذا المشكل هذا، واللي فاش دابا تزاد. حتى الدوله ما كتساهمش في التسويق، ما كيديروش ديك معارض خارجيه، المعارض اللي كانت كدار برا ما بقاتش كدار قبل في الثمانينات كانوا كيديروا معارض والدوله كتساهم معاك، دابا بالعكس ما بقاتش كاينه، ومن تيكون معرض يقول لك ديروا من جيبك. دابا حنا الخلف اللي مشى ما تلقاوش الخلف ديالو، اي صانع ضاع ما كنلقاوش، ورغم ان المندوبيه راه دايرين مجهود وداك الشيء ولكن حتى واحد ما بقى كيجي لي حتى للسونتر. تصور دابا بالنسبه للمندوبيه في السونتر كتخسر عليه تقريبا 14 مليون في السنه غير ديال المواد الاوليه وداك الشيء. هذا الشيء الرقم اللي كان عندي، يعني كان عندي قبل هذا الرقم هذا، الله اعلم دابا واش زاد ولا قل الله اعلم. المهم 14 مليون كتخسر في السونتر ديال المندوبيه، كتخسر عليه ما تيخرجوش لينا صانع واحد في السنه. ملي كتدخل دابا القسم كتلقى فيه ثلاثه الناس ولا جوج الناس ملي تيقراو، كيجي كيتفاجئ كيتصدم ملي كيلقى هما تيعطيو افاق ان التفخار راه فيها وفيها وفيها، يعني كيشجعوا باش يجي ويجي مع اصحابو يقراو داك الشيء. ملي كيجي كيصطدم كيبعد من الفخار، هو ضيع عامين، علاش كنقول نضيعها؟ ضيع عامين تتعلم وفي تالي كيمشي يدير شي حرفه اخرى. المعيقات اللي كاينه هو المساحه بعدا صغيره، واخا حنا سي تروطار اننا نتكلموا عليها، المساحه حنا قابلينها ما كاين حتى مشكل، غير هو اللي كنطلبوا هو اننا بغينا نخرجوا مثلا الفران اللي عندنا دابا هنا. ملي كيكون كيطيب الفران ما تقدش تجلس هنا، الفران راه كيطيب على 1000 دوغري، 1000 دوغري راه ماشي ساهله باش تبقى قاعد حداها، زائد ان كاين التلوث ديال الصوف، هذيك الصوف هذيك لاليندروش اللي كتكون تحرق كتعطي واحد الريحه واحد الماده، اللي ما يتو كيعطي واحد الماده واحد الريحه، هذوك تيكونوا مجهدين شويه على الانسان، الانسان خدام. انا دابا نكون خدام كنت فران ما خصنيش نبقى نخدم، حتى يحيد الفران، والنهار الاخر تيصبح الفران المحل كيصبح كله سخون. والمشكل الثاني اللي هو اهم هو اننا حنا جينا لهنا بدفتر التحملات، يعني قبل كنا في محلات ديوننا كنحسبوا انه ديوننا، تقدر تغير في اي وقت تبني تريب ما عندك حتى مشكل، دابا هنا ما عندنا حتى ورقه، يعني غدا ولا بعد غدا بغا يقول لك حيد فحالات منا بحال انت حاضي شي ملك ديال الدوله. هذا اكبر مشكل وما كرهتوش انه يتناقش ويتصلح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.